اكواب الجمبري بصلصه المانجا. صلصه المانجا اللي ما جربهاش لسه يجربها، لانها فعلا صلصه لذيذه قوي. وبنفس صلصه المانجا دي بنقدر نعمل صلصه فراوله، بنقدر نعمل صلصه كيوي بنفس الطريقه، بصلصه اناناس. بس هو اكتر حاجه بتبقى لذيذه المانجا والفراوله، والكيوي كمان بتبقى حلوه. ما علينا، اكواب الجمبري بصلصه المانجا عشان نعملها عايزين نص كيلو جمبري وسط مقشر، وبنخلي الديل موجود. عايزين 2 بيض، 1 كوب دقيق، 2 كوب جوز هند متوسط الخشونه، وعايزين ملح وفلفل. الصلصه عباره عن 1 كوباية مايونيز، 1 مانجا، 1 معلقة كبيرة صوص حار، ممكن سريراتشا ممكن صوص عادي، 0.5 معلقة صغيرة بودرة ثوم، وعايزين أكواب صغننة كده بلاستيك إزاز زي ما انتوا عايزين. طيب أول حاجة هنعملها دلوقتي، هنعمل إيه؟ خلينا نعمل الجمبري بتاعنا. الجمبري بتاعنا علشان نعمله عايزين نجيب ده، ونجيب طبق علشان نحط فيه الجمبري اللي هنجهزه اهو هنا، ويلا بينا. اول حاجة الجمبري بتاعنا هنحط له شوية ملح وشوية فلفل، ونقلبهم مع بعض كويس. هناخد الجمبري اللي عندنا نحطه في الدقيق، بس الاول خلينا نحط البيض هنا، خلينا نحط البيض هنا لان دي ضيقه وصغننه قوي. طيب هناخد دلوقتي الجمبري بتاعنا وهنحطه في الدقيق. حاول كده بس شويه اعمل له من هنا، خلاص في الدقيق، ومن الدقيق على البيض كويس كده، ومن البيض على جوز الهند. نعمل بقى الحركة دي خليه يلف، مش مشكلة لو لف الجمبري، مش مشكلة. ها، ومن البيض على جوز الهند، نغطيه كويس قوي بجوز الهند. طبعا الجمبري ما بياخدش وقت على النار، فالجوز الهند بالتالي مش هيقعد كتير على النار، بس ايه يا دوب. طبعا برضو اللي ما دقش جوز الجمبري مع جوز الهند برضو يجربه، لان بيطلع الطعم خطير. مسخنين بقى احنا الزيت عندنا هنا، وهنبتدي نحط فيها الجمبري بتاعنا. طيب انا هكمل يا جماعة دول، وهحطهم كلهم في جوز الهند، وهبتدي اقليهم. شوفوا بقى جماله، حاجة كده يا جماعة رائعة رائع رائع رائع. خلاص احنا كده جهز الجمبري عندنا، نجيب مناديل. ونطلع الجمبري اللذيذ قوي بتاعنا ده، لازم تجربوه يا جماعة، اللي ما جربوش يجربوا. طيب خليه بقى كده هنا على جنب، ونبتدي نعمل دلوقتي
الصوص بتاعتنا. الصوص بتاعتنا عندنا هنا المانجا، هنحطها في الكبة. هنهرسها. ممتاز. هنجيب بولة هنحط فيها المانجا اللي هرسناها. ونحط الصوص الحراقة قد ما انتوا عايزين حطوا. شوفوا عايزين تحطوا قد ايه حطوا. المايونيز. ريحة الصوص الحراقة طلعت. وهنحط تنتوفة من بودرة التوم. وكده تبقى الصوص بتاعتنا لذيذة قوي جهزت. خلينا ندوق. خطيرة، لذيذة جدا جدا جدا. هناخدها بقى كده نحطها في كيس حلواني بس عشان تساعدنا ان احنا نحطها في الكوبايات، لان الكوبايات صغننة قوي. وهناخد الكوبايات اللي عندنا ونحط فيها من الصوص دي. كده كفايه، اول واحده هي اللي نزل فيها زياده شويه. هناخد بقى دلوقتي الجمبري اللي عندنا وهنحطه في الستيكس. كده ناخد جمبريتين. كده ونحطهم كده في الكوبايات.